خلينا بقى نروح للاهلي والتصريح الجميل اللي اتقال كده بالظبط: انا اهلاوي بالوراثه واحلم بالتتويج بكاس العالم للانديه. دول كلمتين حلوين قالهم مين؟ قالهم كريم فؤاد المنضم حديثا للفريق الاول لكره اليد عفوا القدم بالنادي الاهلي، وهو اكد انه يعني حقق حلم حياته باللعب لنادي القرن، عشان كده هو ما ترددش ولا لحظه واحده حسب كلامه في التوقيع على بياض، خاصه انه كمان بيعشق الاهلي قال منذ يعني الطفوله، وقال ان هو جاهز كمان لخوض اي تحديات مع الفريق خلال الفتره اللي جايه، وشدد على ثقته في تتويج الاهلي بكل البطولات المقبله، وقال كمان انه حقق حلمه حلم عائلته بالتوقيع للاهلي، وبالفعل كان ليه عروض كتيره جدا وبعضها كان يعني مبلغ مالي كبير جدا، لكن اللعب للاهلي اصلا من وجهه نظره واللي هو مؤمن بيه لا يمكن ان هو يقارن باي شكل او من الاشكال او اي عقد من العقود او اي ثمن من يعني المعروض. فحاجه جميله وكلام اعتقد مصدقينه جدا ان هو طالع كمان من القلب، لانه واقع خلينا نقول، ومش اول مره ومش اول لاعب ومش هيكون اخر لاعب اللي هيتحدث بالانضمام للنادي الاهلي بهذا الشكل، هذا الكيان الكبير جدا اللي فعلا بيكون حلم لاي شاب اي شخص ان هو يعني ينتمي للنادي الاهلي. بالتوفيق لنجمنا ان شاء الله، عايزين يعني مواسم قادمه باذن الله تكون قويه، مش بس تكون متوجه يعني لصالح الاهلي، لا تكون قويه ونشوف كوره كمان حلوه. بس يعني انا متفائله جدا، ولو على فكره بعد الصفقات الاخيره دي لو بصيت برضو على الردود الافعال الخاصه بالسوشيال ميديا يعني تلاقي الناس كلها متفائله جدا وعندها كده زي ما تقول ثقه ان اللي جاي حلو قوي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، لان الحقيقه يعني كواليتي العناصر الملتقاه تحسيها ملتقاه بمنتهى العنايه، وبناء على فكر وبناء على متابعه طويله عشان يعرفوا اصلا. ممكن خلي بالك، ممكن يبقى في حد مثلا جات له فتره توهج معينه مع فريقه بعد كده يطفي، لكن الاهلي لما بيختار ويحط عينه على حد بيبقى عارف الاستمراريه وكواليتي جوده اللاعب اللي هم اختاروه. فطبعا انا كمان زيك متفائل جدا باللي جاي ان شاء الله.